السلام عليكم، تحياتي للجميع. خالد الراشد معكم، ابو طه كندا. في شغل امبارح شفت على الانترنت، شفت واحد هيك عراقي زلم اختيار بدار المسنين عم يحكي مع ابنه، الو كيفك، عم بيسلم على ابنه وبلش يبكي. المهم انا نهارت بس شفت هذا المقطع، فقلت هدول فهيك خطر على بالي الاولاد هدول اللي بيتخلوا عن اهاليهم بهالسهوله، بس بعد ما يموتوا، الفكرة بعد ما يموتوا بصير يقولوا لك يا ريت امي لو كانت عايشة، يا ريت لو بي كان عايش، وببلش يعمل لي فيها الحنون الطيب. انا حابب اقول لهدول الاشخاص، يعني انتم بتسووا سرمي للاولاد اللي هيك، يعني عم بحكي على الاولاد، انه انتم سرميتي سوا، لانه من الاساس انت شخص اناني، ما عطيت من وقتك، ما بتحب تضحي، عكروت دينتك مدودة، فلازم التضحية يا عم، التضحية اللي بده يقدم. كل واحد شايف اهله، شايف قد ما كانت تضغط الحياة، بس هو يكون الشخص عكروت من الاساس، يلي بيتخلى عن اهله بروحه حتى اللي بدار عجز يعني. فالفكرة كل واحد شايف امه وبيه وشايف كل شيء، انت حبيت تقدم قدم، بس بعد ما يموت وتقعد تقول يا ريت وما يا ريت، نصيحة ما تحكي على الحكي، لانك انت شخص كذاب، او بنت كمان شخص كذابة. الشيء الحلو ما بده سؤال، يعني واحد يروح ينتبه على بيه او امه ويحس بهالنعمة الحلوة ويقدم. شغلة كتير حلوة انه الواحد ينتبه على امه، تحديدا الام. يعني والله العظيم قد ما نعمل لامهاتنا ما حنكفيهم عن جد، لو شو ما نعمل، ولو شو بعد ما يموتوا الاهل بقول يا ريت لو كانت مش عارف شو، لو ريت ما بلش هالدراما الكذب بكذب. سلام.